السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. الناس قالت لي بتاع ده، وانت اتشغلت في شغل رمضان وفي تعبك والكلام ده، هتسيبنا ولا ايه؟ طبعا لا، خير ان شاء الله، الحمد لله، يعني بفضل الله ثم دعويكم الحمد لله. كانت يعني كان دور وعدى الحمد لله. طيب، بالنسبة للامتحانات بقى، الدنيا بقى عندنا عاملة ازاي عشان برضو الناس تجهز نفسها، وعشان برضو ما نبقاش بعيدنا كتير. طبعا بالنسبة للامتحانات، زي ما احنا ايه خدنا التست كويز او الكويز اللي احنا خدناه في البداية، كان فيه ان انا اكن فيه رقم سري كده، اللي هو بيدخلك على نموذج الامتحان اللي انت هتشتغل عليه. طبعا نموذج الامتحان كان مربوط برقم البطاقة، فلو احنا قلنا رقم البطاقة بتاعتك كان كده، طبعا يعني بغض النظر ادي ال 14 رقم، وبالنسبة للناس اللي يعني حبايبنا اللي هم عندنا ايه، يعني اللي هم السوريين او اي حد تاني، طبعا بيبقى ليهم ارقام تانية، لكن برضه هيبقى له رقم من الاخر. رقم الرقم بتاعك لما اجي اقول مثلا ان الرقم السري بتاعك خلال النطاق الفلاني، نطاق يعني في الرينج، يعني ايه؟ يعني لو انا جيت ممكن اجي اقول لك، لما كنت بحط الامتحان كنت بقول لك ايه الرقم الاول والثاني من رقم البطاقة، يعني معنى كده الاول والثاني، يعني معنى كده رقمك كام؟ الرقم السري بتاعك هو 67. 67 ده يعني واقع ما بين ايه وايه؟ كنت باجي اقول لك من الزيرو لحد مثلا العشر، ومن العشرة لحد من 11 لحد 20 وهكذا. طيب ال 67 دي كانت هتقع في انهي نطاق بقى؟ هتلاقيها واقعه في النطاق اللي هو بتاع من 61 الى 70، هو دي معنى كلمه النطاق، يعني رقمك ده واقع في انهي رينج، هي دي كلمه النطاق اللي انا بتكلم فيها، عشان الناس بتقول لي مش لاقي رقمي. ما انت مش هتلاقي رقمك، بس هتلاقي الحدود اللي هو فيها، فانت على حسب الحدود اللي انت فيها او الاختيار بتاعك هتبدأ تتكلم، او هتبدأ تسلكت الاختيار بتاعك. طبعا مش شرط يكون الاول والتاني، ممكن اروح قايل لك التالت والرابع، يبقى ساعتها التالت والرابع يبقى الرقم انه يبقى الرقم اللي هو 45، ف45 هتبقى واقعة ما بين كام وكام، تشوف الرينج اللي واقع ما بينها الرقم اللي احنا بنتكلم عليه معايا. طيب واحد جه بقى حظه ان كان مثلا لو جيت قلت ايه الخامس والسادس، واحد يجي يقول لي طب ما هو كده زيرو، خلاص يبقى من الزيرو ل 10. معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده بالنسبه ايه للرقم. افترض بقى قلت لك الرقم الثاني والخامس، يبقى الرقم الثاني والخامس، يبقى الرقم الاولاني هيبقى هو رقم الاحد، ورقم الثاني هو رقم العشرات، يعني اكن هيبقى الرقم مثلا لو انا قلت الثاني والخامس يبقى معنى كده 6 و0، يبقى الرقم ده كام؟ 6، يعني بيقع في الرينج بتاع ايه؟ من الزيرو للعشر. ده بالنسبة لي اللي هو الموال بتاع رقم الجلوس، او اللي هو رقم نموذج الامتحان اللي انت هتخش عليه. طبعا بأكد ان بلاش الاستهتار في الحتة دي، عشان احنا كده دخلنا في الجد بالنسبة لاختيار نموذج الامتحان. ده كده بالنسبة لي قصة الرينج. نخش بعد كده على المادة بتاعت الكترونكس 2. طبعا ميعادها هيبقى يوم السبت اللي هو ميعاد الامتحان، من 6 بتاع ده 6/6/2020، ده يوم السبت، وهيبقى من الساعة 12 للساعة 2. طبعا بالنسبة للمواد اللي بدرسها كلها، هنزل لك ايه حاجة كده زي ما تقول ايه، مش تيست، ازيك الله يسلمك، ان انت تخش بس عشان تشوف ان انت عرفت تعمل لوجن ولا لا، عرفت فورمة الامتحان لما تنزل لك هتعرف تفتحها ولا لا، عشان لو قابلتك مشاكل تلحق تتواصل مع بتوع الاي تي. وهبعت لك برضو، هحط لك الميل ورقم الواتس بتاعهم اللي تتواصل معاه عشان تحل مشكلتك. لكن في مشاكل ممكن ان انت تقع فيها، والناس اثناء التست اكزام اللي عملته وقعت فيها، وطبعا عملت لهم مشكلة، فاحنا مش عايزين المشاكل دي تظهر يوم الامتحان. الطريقة اللي انت هتخش بيها ساعة بتاع ده، ساعة لما انت هتخش التست كويز ده، او اللي هو ايه اللي هو السؤال اللي هسيبه لك ازيك الله يسلمك ده،
اللي انت هتعمله يبقى يوم الامتحان تعمله. دخلت من موبايل ادخل من موبايل، دخلت من لاب خش من لاب، دخلت عملت ساين اوت تعمل ساين اوت، يبقى نفس الطريقة اللي هتخش بيها عشان ما تقابلكش المشاكل دي يوم الامتحان تكون انت بتخترع، تطلع بطريقة جديدة تبص تلاقيك ايه قاعد بقى تلف حوالين نفسك ولسه بتفتكر. انا بالنسبة لي مش هقدر احل لك حاجة تبع شغلة الاي تي، انا مش موجود في الجامعة، انا بمتحنك اونلاين، فطبعا المشاكل دي هيحلها بتاع الاي تي. طب انت المشاكل دي وقعت فيها نفسك ليه؟ فاللي انا بقول لك عليه طريقة الدخول والكلام زي كده، زي ما هتخش في على الفورم اللي انا هسيبها لك، زي ما تخش يوم الامتحان، قافل كذا يبقى قافل كذا، فاتح كذا يبقى فاتح كذا. طيب الناس بقى بتاعت الكترونيكس 2 حبايبنا، طبعا وانا جاي بتاع ده الامتحان بتاعك هيبقى طبعا اساسي في مسألتين او ثلاثة او اربعة، دول اللي هم ايه، دول اللي هم اساسيات في الامتحان. المسألة الاولانية زي ما قلت لك مسألة هتبقى على البي جي تي، ودي هتبقى تحل الدي سي اناليسز وهتبقى تحل الاي سي اناليسز، يعني معنى كده ان انت هتجي لك مسألة، المسألة دي هتبقى مرسومة مكتوب عليها R1 وR2 وR3 وكذا وكذا، وتحتيها أو معاها يبقى مكتوب قيمة الR1 بإيه، قيمة الR2 بإيه، زي ما هيكون اللي موجود على الرسمة موجود لك المعطيات بتاعته، مش هتقل حاجة خالص. طبعا قيمة المقاومات هتلاقيها مكتوبة كي أومز، يعني بالنسبة لي المقاومات هتلاقي مكتوب لك مثلا كي، يعني بالنسبة للمقاومات هتلاقيه مكتوب لك كده كيلو أومز، يعني مش بالسيمبل، لو ميجا هتبقى ايه، هتبقى ام أومز وهكذا. طيب اللي هيطلب منك في السؤال ده ايه، انت يكفيك لو انت عرفت تحل سؤال من كل نوع في البي جي تي فانت كده ضمنت. طب دلوقتي يا دكتور، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ بالنسبه لنا ان انا مش هقدر اخش على الجهاز ولا اقدر اعمل، انا ديني بحذرك ما تحاولش تقعد تقلب في الجهاز ولا تفتح صفحات ويب، كل كلامك على ايه، كل كلامك على الجي سويت اللي هيبقى مفتوح. لكن ان انت تخش بقى تبقى فاتح واتس فاتح كلام زي كده، ما تشغلش نفسك بحاجه عشان ده البرنامج بيبقى متابعه، ما تفقدش درجات اوانطة، الله يبارك لك، انت مش محتاج كل ده، انت السبعين درجة ده انت لو مش داخل باعمال سنة وحليت تلتين الامتحان وتبقى ضامنه انت كده عديت، فما توجعش دماغك مش طالبة، وما تشغلش نفسك باللي ايه، باللي هو معلش بيشغلك، انت ذاكر كويس. في ناس كاتبة محاضرات اي وان، ماليش دعوة هم مين، انتوا دفعة في بعضيكوا اتعاملوا، لكن اللي انا بقول لك عليه خلي حاجتك اللي مكتوبة، فرغ المحاضرات وفرغ الفيديوهات، الكلام ده كل المواد، فرغ الفيديوهات وفرغ المحاضرات بتاعتك وخليها في ورق جنبك، او حد كاتب بطريقة كويسة يبقى خليها جنبك بس مطبوعة عشان تقدر توصل لها بسرعة. لو ذاكرت نص مذاكرة مع الامتحان صدقني هتعدي، لكن ان انت تبقى منتظر واحد بقى يبعت لك حل سؤال، ما هو النموذج بتاعك غير النموذج بتاعه وهتبقى في اختلافات، فما تضيعش نفسك على انك منتظر حد يبعت لك حل. النور قطع، النت قطع، اديني بقول لك اهو من دلوقتي اشحن موبايلك نت وداتا، يبقى موبايلك مشحون نت وداتا عشان ما تلصي. الكلام ده مش للمواد بتاعتي بس، المواد الكلام ده للمواد كلها، وطبعا البرنامج برضو هيبقى متابع لو حصل قطع نور او حصل قطع نت، لكن انا بقول لك دي مش هتبقى المشكلة الأولانية، أنا بقول لك من دلوقتي حلها إن أنت سيادتك تبقى شاحن نت وداتا. أديني بقول لك أهو، تمام؟ طيب، السؤال الأولاني اللي هو بتاع البي جي تي، الناس بتاعة الإلكترونكس، هطلب منك إيه؟ هطلب منك طبعًا لازم هترسم الموديل وهتحل الدي سي أناليسيز، وطبعًا إن أنت تبقى عايز تجيب الفولتج جين والكرنت جين والكلام ده كله، اللي هي المسألة العادية. طيب الفولتج جين هتلاقيني ممكن كاتب لك ايه، انا عايز الفولتج جين بالديسيبل. طب اعمل ايه في ابو ديسيبل بقى ده اخر سيادتك، دلوقتي لما كنا بنقول طالع مثلا لو هي عندك الدايره بتاعتك كانت كومون اميتر، فالفولتج جين كان مثلا طالع لك بيساوي سالب 30، سالب 30 ده كده من غير ديسيبل، طب كنت اعمل ايه عشان اجيب الديسيبل؟ كنت بقول لك 20، يبقى انا كده عشان اجيب الفولتج جين ابو ديسيبل 20 لوج
لمين؟ للمودلس بتاع ده. المودلس بتاع ده يعني ايه؟ المودلس بتاع ده يعني لو ده كان سالب 30 او موجب 30 يبقى الرقم اللي هتاخده ال 30، يعني مش هاخد السالب. ركز عشان الكلام ده هيضيع منك المساله. طيب وانا بحل يا دكتور اعمل ايه؟ سيادتك زي ما احنا اتفقنا بتكتب اسمك على اول ورقه، الورق يكون مترتب، بتكتب اسمك على اول ورقه والاي دي بتاعك وايه، وتروح حاطط يعني مثلا اسمك مثلا تامر، تروح كاتب ايه؟ اسمك كده، الاي دي بتاعك تكتبه تمام يا باشا، وبعد كده تروح حاطط الاي دي بتاعك، صورته او اي اثبات شخصيه عندك يتحط هنا، يتصور مع اول ورقه بس، وترقم الورق، ادي رقم واحد وبعد كده رقم اثنين وهكذا، اتفقنا؟ وتبدا تحل، وتبدا تحل وتطلع القيم. هتلاقي في الامتحان بتاعك انت كده بتحل في ورقي. طيب في الامتحان بتاعك انا بروح سايب لك ايه؟ سايب لك مكان كده واقول لك ايه؟ فولتج جين. حلو، يعني بقول لك فايند الفولتج جين، فانت هتعمل ايه؟ هتروح جاي كاتب لي كده، سايب لك مكان كده، وتروح ايه؟ اللي انت لقيته او الحل اللي انت حليته تروح كاتبه لي فين؟ في الحته الفاضيه هنا، يعني مثلا طلع سالب 30، هتروح كاتب لي سالب 30. لازم الحل ده يبقى مطابق للي موجود في الورقي. يعني ما الاقيش اللي ايه اللي مكتوب في الورقه او اللي انت مطلعه، الناتج اللي انت كاتبه في الورقه غير اللي انت مسجله لي فين؟ في الفراغ. بعد كده طلبت منك قرنت جين، طبعا بداني كتبت بالدي بي، يبقى سيادتك تديني الرقم ابو دي بي اللي مش من، لكن مش اللي من غير الدي بي. قرنت جين هسيب لك فراغ برضو، وتروح كاتب لي ايه؟ وبرضو تروح كاتب. طب انت دلوقتي يا دكتور بتقول لي درو وسايب لي فراغ، طب انا اعمل ايه مع اني لازم املاه؟ بدام درو وسايب لك فراغ حط فيه صفر، حط فيه اي حاجه، فحط فيه دوت ماشي، يبقى حط فيه صفر عشان تخلص ايه؟ ان انت تعدي الحته بتاع الدرو، عشان انت مش هترسم لي على الفورمه. الرسم هيبقى فين؟ الرسم لما هاجي اشوفه هشوفه على الحل الورقي. الكلام ده بالنسبه لاي ماده. يبقى انا دلوقتي الرسم هيبقى مطالب درو كذا، فانت المكان الفراغ مش هيرضى ينقلك للسؤال اللي بعديه او للسكشن اللي بعديه اللي لازم تملاه. طب املاه بايه؟ املاه احط فيه صفر. يبقى انا هملاه ازاي؟ احط فيه صفر عشان يكمل. وانا لما هاجي اعلم الامتحان هبص على الحل الورقي بالنسبه لمين؟ للرسمه، وبالنسبه طبعا للامتحان كله، بس هيبقى بالنسبه للحته دي ان انت مش مطالب ان انت تحط فيها ايه؟ ناتج، لكن تملاها بايه؟ تملاها بصفر. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. طيب لما اجي اقول لك او اسالك طيب وات از ذا تايب اوف ذيس سيركت؟ طيب يعني ايه؟ طيب يعني ان هي كومون اميتر، كومون بيس، كومون كوليكتور، هو ده معنى طيب. طب الفيتشر او الريليتد فيتشر الريليتد ليها، يعني ان سيادتك دي كومون اميتر، ايه الخواص بتاعتها؟ بتاع ده الفيس شيفت 180، الكلام اللي احنا قلناه في المحاضرات. اسئله النظري او سؤال النظري هسيبه لك سؤال لوحده، يعني معزول عن المسائل، يعني كل سيكشن هيبقى فيه مساله مثلا، كانوا بقى 3 4 5 6 10 اسئله، دي مش يعني دي مش مولنا، لكن هتلاقي سؤال النظري بتاعك كله هتلاقيه في حته واحده. فطبعا سؤال النظري هتعمل ايه؟ سؤال النظري وهتلاقي ايه؟ في فراغ تحله فيه. طب يا دكتور بالنسبه للنظري هل انا مطالب ان انا اكتبه في الورقه؟ لا، كفايه ان يتكتب السؤال النظري، هتكتبه فين؟ في الفراغ المصاحب. يبقى سؤال النظري طبعا هو مش هيبقى سؤال واحد، ده هيبقى اكتر من سؤال، فالجزء او السكشن بتاع سؤال النظري ده هيبقى ايه؟ ان انت سيادتك تحله في الفورم، يعني ما تحلوش بره الفورم. يبقى انت دلوقتي مش مضطر ان انت تكتب اللي ايه؟ اللي هي ان انت هتحل في السؤال الورقي والناتج النهائي تروح حاطه في الفراغ، تمام؟ طبعا في الاخر خالص هتبعت لي الحل الورقي ده، هيكون بعد الساعتين بتوع الامتحان، هقفل طبعا الريسبونسز، فطبعا قبل الساعتين ما يخلصوا سيادتك تكون ايه؟ سيادتك تكون عامل سبميت، وتبدا تجهز نفسك بقى ان انت تصور الامتحان. هسيب لك وقت ان انت تبدا تبعت لي الحل الورقي بتاعك. طبعا سيادتك كتبت حاجات زياده في الحل الورقي؟ لا، يعني بقول لك اللي في الورقي يكون هو اللي مكتوب فين؟ اللي هو مكتوب في اللي هي الفراغات دي. تمام يا شباب؟ طيب بالنسبة لنا شوية التعليمات برضو اللي هي الكومون اللي احنا عايزين نراجعها، ان انا بكلمك دلوقتي
ان انت وانت داخل على منصة الامتحان اللي احنا هنمتحنها هي جي سويت. جي سويت دي هي دي منصة الامتحان، يبقى جي سويت دي منصة الامتحان. يبقى انت ما سيادتك مش الكلاس روم، الكلاس روم ده كان بتاع رفع الماتيريال واللي هي الكويزات القديمه والكلام زي كده، لكن الامتحان هيبقى على فين؟ على جي سويت اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع اللي هو بالايميل الجامعي. طبعا وانت جاي شغال لازم تعمل ساين اوت من اي ايميل عندك، عشان دي بتعمل مشاكل ودي اللي يقول لي نيد بيرميشن، نيد بيرميشن ما انت عندك ايميل لسه مفتوح، يبقى انت لازم تعمل ساين اوت من اي ايميل عندك ومن اي جهاز مفتوح عندك. يعني دلوقتي سيادتك لازم تعمل ساين اوت من اي ايميل، اذا كان موبايل او لابتوب هتخش بالايميل الجامعي فقط لا غير. وانت جاي شغال بتخش بالجوجل كروم، الناس اللي عندها الموبايل اللي هو الايفون اللي شغال سفاري والكلام زي كده مش هيشتغل معاك، فانت لازم تشتغل بايه؟ بالجوجل كروم. يبقى انت لازم تشتغل بالبراوزر اللي هو ايه؟ الجوجل كروم. طيب سيادتك انا بقول لك هسيب لك ايه؟ هسيب لك فورمز اكن امتحان، بقول لك ازيك هتكتب لي الله يسلمك كده عشان تشوفه فتح ولا لا، لو فتح معاك وسجل والكلام زي كده يبقى انت ايه؟ زي ما فتحت الفورمة بي زي ما انت لما هتيجي تمتحن تفتح الكلام ده كله. طبعا الالتزام بمواعيد الامتحان والتسجيل في كشف ايه؟ جاهز للامتحان اللي بحطه لك قبلها ايه؟ بشويه كده. الامتحان هحاول ايه؟ يبقى اكتف قبل الامتحان بايه؟ بثلاث اربع خمس دقائق. عشان برضو ايه ان لو حصل ديلي حصل الكلام ده كله تبقى انت جاهز ماشي تمام، وان هو تلحق تملى بياناتك والكلام ده كله، فالامتحان ممكن يبقى جاهز قبلها بخمس دقائق. زي ما ببلغك ان الدخول بجهاز واحد، موبايل بقى لابتوب ايا كان، يبقى انت بتخش بجهاز واحد، وباكد عليك خلي موبايلك مشحون داتا وكهرباء تمام. طبعا اللي انا بقول لك عليه ان انت سيادتك ما تفتحش في البراوزر، ما تفتحش اكتر من صفحه ويب واحده اللي هي صفحه الكلاس بتاع ده، صفحه الجي سويت، عشان غيره معنى كده ان انت ممكن خروجك ده بيتسجل، ومعنى كده ان انت ممكن تلاقي نفسك خرجت بره الامتحان وده بيتسجل قدامي تمام. فطبعا ده ممكن يلغي امتحانك فبلاش تمام يا شباب. انا بقول لك الامتحان ان شاء الله هيبقى سهل. السؤال الثاني بقى هقول لك عليه اللي هم الناس بتاعت الكترونكس عشان ايه ما انتهش، ان انت بالنسبه لك تفرغ الفيديوهات وتخلي محاضرات جاهزه جنبك، عشان ايه؟ هتبص تلاقي مساله البي جي تي هتلاقي زيها حللها او حللها بايدك ومجهز آلتك والكلام زي كده. وطبعا باكد على الناس بتاعت الالكترونكس لازم يبقى معاك ورقه رسم بياني جنبك، عشان في السؤال الثاني اللي هو مساله الفت بغض النظر على نوعها هيبقى ان انت لازم ترسم في ورقه رسم بياني، فالحل بتاعك يبقى ايه؟ تبقى جاهز برضو بورقه رسم بياني جنبك. اتفقنا؟ سيادتك برضو ان انت لازم تكون مذاكر عشان تعرف توصل لمعلومتك ماشي، عشان انت مش هتلحق ان انت تقعد تسمع ايه الفيديو من اول، حتى لو عرفت الفيديو اللي فيه مسالتك حاجتك تبقى تحت رجلك ما تضيعش نفسك. برضو ان الامتحان هيبقى في اتجاه واحد، عشان ترجع للسؤال اللي قبليه هترجع للسؤال اللي قبليه ازاي؟ ممكن ده يعمل لك لخبطه وتبص تلاقي الامتحان ضاع وعملت سبمت من غير ما تقدر. يبقى انت معلش خلي بالك ان انت تحل السؤال، ما عرفتش يبقى ايه؟ خش على السؤال اللي بعديه، بس انت مش هتعرف ترجع للايه؟ للي قبليه. وانا بقول لك كل حاجه هتعرف تحلها ان شاء الله، بس ما تقلقش، لكن تبقى مذاكر تمام. طيب رقم السر خلاص قلناه، موبايلك يبقى مشحون، هتحل في ورقه بالقلم الازرق، وتبقى الامتحان بتاعك الورقي هتبقى مجهزه على ايه؟ تبقى مجهزه على بي دي اف فايل، يبقى ملف واحد من الصور، وابص عليك ايه؟ بعت لي اكتر من ورقه واجي المهم، لا اعمله لي من دلوقتي، اتعلم ازاي تعمل بعد ما بتصور الفايل بتاعك وتصور الحل بتاعك تحوله لملف واحد، الملف ده هتسميه برقمك الجامعي، يعني واحد 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 معرفش كذا، يبقى ده يبقى الملف بعد ما بتعمله تسيفه برقمك الجامعي عشان يبقى ظاهر قدامي عشان اعرف انزله، ويبقى ملف واحد الله يبارك لك مش اكتر من ورقه، وتبقى مصوره برضو بالترتيب. اتفقنا؟ عشان برضو حته القلق هو وصل ولا ما وصلش والكلام زي كده هتبعته على الثلاث ايميلات دول وهسيبهم لك. يعني انت ايه اول ما هتيجي ترفع تبعته على انه ايميل، ابعته على الثلاث ايميلات دول،
عشان معلش لو ما وصلش على واحد هيبقى واصل على التاني، هيبقى واصل على التالت. يبقى معنى كده ان احنا عندنا كاتب لك تلات ايميلات اهم، التلات ايميلات دول هيحصل فيهم ايه؟ هم دول اللي انت هتبعت عليهم الحل بتاعك، تمام؟ هتروح كاتبهم في التو، وتروح ايه حاطط التلات ايميلات، وتروح رافع الملف مره واحده وسن. اتفقنا؟ ده عشان برضو الناس ايه تطمن ان ان شاء الله حلك هيوصل. طبعا لو في مشاكل او الكلام ده كله برضو هسيب لك اللي هو ده الايميل بتوع الاي تي، وده الرقم بتاع الواتس بتاعهم، تتواصل معاهم لو في مشكله من دلوقتي تلحق تحلها قبل ميعاد الامتحان. طيب نرجع تاني للناس بتاعت الالكترونيكس. طب يا دكتور دلوقتي ده كان بالنسبه لاول سؤال، تاني سؤال ممكن يبقى ايه؟ تاني سؤال انا بقول لك بيبقى سؤال الفت، وطبعا هتبقى المساله اللي هي الملبسه هتحل دي سي واي سي. السؤال المتوقع الثالث ممكن يكون ايه؟ مساله ديفرنشال امبليفاير، فبرضه تحل ديفرنشال امبليفاير. المساله الرابعه اللي ممكن تبقى موجوده ايه؟ مساله اوبريشن امبليفاير. طيب يبقى معنى كده ان المسائل مضمونه. يبقى اللي بقى النظري، النظري لو انت مفرغ النظر اللي احنا قلناه في الفيديوهات او الكلام اللي احنا قلناه في المحاضرات، هتبقى قاعد تنقل. انت مش محتاج يا باشا، لو انت مالكش في اعمال السنه خالص فانت محتاج 50 من ال 70. يعني انا بقول لك لو حليت تلتين الامتحان صح وده سهل، يبقى معنى كده ان سيادتك هنقول لك متشكرين والماده خلصت. فالدنيا السهله بس تكون ذاكرت، فرغت فيديوهاتك، وقريت. الماده دي معتمد عليها ماده السنه الجايه ان شاء الله، فمعلش لو انت ما ايه لو انت أهم يعني هتهمل دي، هتيجي برضو السنه الجايه مش هتعرف تلم حاجه ومش هتلاقي حد يساعدك. وبقول لك في ناس عامله محاضرات كويسه في الماده وبسم الله ما شاء الله، وناس عامله شغل كويس. مين؟ زي ما بقول لك انتوا دفعه مع بعضيكوا، اللي عايز ايه يوزع شغله براحته، اللي مش عايز دي حاجه شخصيه، تمام؟ الناس بقى بعد كده اللي هي بتاعه الكودنج، حبايبي الحلوين ربنا يبارك فيكم. طبعا الامتحان بتاعكم هيبقى يوم الاثنين 8/6 برضو من الساعه 12 للساعه 2. طبعا الامتحان بتاعك ما فيهوش نظري، فكل اللي انت هتعمله يا باشا ان انت ايه، ان انت لو في رسمه برضو هتعمل نفس الكلام اللي احنا قلناه في الالكترونكس، ان انت في مكان الفراغ لما انا بقول لك درو الانكودر او الديكودر او السيركت، هتروح حاطط صفر كده ان انت بتملى الفراغ بتاعها وتخش في الحاجه اللي بعديها، تمام؟ لكن الرسمه هتترسم فين؟ على الحل الورقي اللي بايدك، تمام؟ وتحل برضو بتمعن. طبعا الكلام اللي احنا قلناه ان جنرال ده لاي ماده، اللي هي اسمك والاي دي بتاعك، وتصور الاي دي بتاعك على اول الورقه، تمام يا شباب؟ طيب اللي احنا عايزين نقوله برضو تاني ان انت المسائل بتاعتك كلها غطيها، هيجي لك من كل من كل نوع هيجي لك مساله، توقع كده. طب الوقت ومش الوقت، مالكش دعوه بالوقت، هيبقى ان شاء الله مناسب للوقت باذن الله، وكل حاجه هتعرف تحلها. لكن ان انت حل لك مساله من كل نوع، انت كده ضمنت دنيتك، وبرده زي ما بقول لك ورقك يبقى تحت رجلك ومحاضراتك تحت رجلك ومفرغ دنيتك عشان تعرف تحل. مش هيبقى فيه سماحيه ان انت تتنقل او تبعت حاجه لحد او الكلام زي كده، فركز في نفسك الله يبارك لك. الناس بقى بتاعت السيجنال اند سيستم نفس الكلام زي بتوع الكودنج، الامتحان بتاعهم هيبقى يوم الاثنين 8/6 من 12 للساعه 2، تمام؟ فبرضو الامتحان بتاعكم هيبقى مسائل ما فيهوش نظري، هيبقى جاي لك برضو على كل ايه؟ على كل حاجه خدتها، حل على كل حاجه مساله واحده والله هتفلح. لو حليت على كل حاجه مساله واحده بس حليتها بضمير هتفلح، تمام؟ تمام يا شباب كده تقريبا. وزي ما بقول لك الحل الورقي بعد ما تخلص الامتحان هتبعته على الثلاث ايميلات، عشان ايه؟ اثبتت العمليه ان لما باجي اخليك ترفع على الفورم او على حاجه تبع الامتحان بتبص تلاقي المشاكل حصلت ومش عارفين نرفع، لا ده بياخد وقت، لكن بالنسبه للايميل ثبت ان هي ايه؟ بترفع عادي وبترفع زي الفل. فالثلاث ايميلات هيتحطوا كلهم في الحته الخانه بتاعت 2، وتحمل الملف بتاعك وتبعت. باكد ان الملف يتسمى بايه؟ الملف يتسمى برقم الاي دي بتاعك، تمام يا شباب؟ انا قلت اوضح شويه الحاجات دي. ساعه الامتحان التواصل هيتم عن طريق ايه لو في مشاكل؟ التواصل هيتم عن طريق
صفحة الجي سويت اللي هي بتاع اللي هي هتبقى مفتوحة، ان انت ايه تبعت لي لو في حاجة، لكن ما تجيش تقول لي نو بيرميشن. نو بيرميشن دي بتاعة الاي تي، وانت المفروض تكون حلتها قبل الامتحان. طبعا الباسورد نسيتها، كلام زي كده برضو، دي مشاكل الاي تي. لكن لو في استفسارات عن الامتحان هتكتبها لي فين؟ هتكتبها لي في الكومنتات بتاعة الجي سويت، هو زيه زي الكلاس روم العادي. تمام. طبعا عايز ابلغك ان الناس اللي لسه ما دخلتش للجي سويت لحد دلوقتي يلحق يخش، عشان في ناس لسه ما دخلتش. طبعا لو جه ساعه الامتحان هو الكود ايه الكلام زي كده، انا هبقى مشغول بالامتحان ولا مشغول باللي لسه ما دخلش؟ احنا مدخلين الناس بقالنا سنه، فطبعا اللي بره الجي سويت ده يعني ده ربنا يبارك له بقى، ربنا يعينه. تمام يا شباب، كل عام وانتم بخير، ويعني ربنا يبارك فيكم. والشده بقى اخر نقطه بنزين، خلينا نخلص ها الترم ده يعني طول كده، والدنيا ان شاء الله الله المستعان. ذاكرت حتى لو مذاكره ال 50 60 70% هتعدي، لكن ما ذاكرتش خالص واعتمدت على حد، الله المستعان، ربنا معاك بقى. خلاص، السلام عليكم يا شباب، كل عام وانتم بخير، ويلا هانت عشان نخلص.